المدون عبد السلام شقير الأكيد عنده سؤال لضيفنا الإعلامي لطفي العمادي. حب نحييه عبد السلام ونشكره برشا على تدبيناته ونتابع فيه وتبارك الله عليه. أي مرحبا بك. مرحبا بك. عبد السلام. مرحبا بك على موجة ذات المستير. عبد السلام شقير معنا. نعم نعم سي لطفي. تفضل عبد السلام، تفضل معك زميلنا وضيفنا لطفي العمادي. مرحبا بك سي لطفي على موجة ذات المستير. نحب أول حاجة نشكرك على المواقف نتاعك الأخيرة فيما يخص موضوع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. وعندي سؤال، إذا كان عندك تفسير منطقي لتصريحات رئيس الجمهورية الأولى ولهزة الرأي العام التونسي بخصوص عودة الإرهابيين وبعد تراجعوا فيما بعد، فما نوع من التوانسة، فما برشا آلاف توانسة ربطوا التصريحات هذه بمؤتمر الاستثمار وقالوا إسكو هذه معناها من لي كونسيكونس من نتائج مؤتمر الاستثمار اللي تعمل في تونس، معناتها هل فما حاجات وراء الستار ما شفناهاش احنا او تعهدات يمكن او حاجه قبول بعودتها الناس هذه او ام انها من محض الصدفه، يعني زي من محض الصدفه. والله هي لا احد بامكانه الادعاء بامتلاك الحقيقه المطلقه، لكن هي مجرد قراءات تدفع اليها وتؤيدها مجموعه من المعطيات. أهم هذه المعطيات عندما نرى الأطراف التي رعت المنتدى 2020 وكانت حاضرة بقوة فيه وهي تركيا وقطر، وأنا شخصيا لا أرتاح لهاتين الدولتين. هاتين الدولتين كان لهما نصيب الأسد تسفير وفي إدخال الإرهابيين وإلى بؤر التوتر، إلى الرمي بشبابنا في المحارق السورية والليبية والعراقية، وبطبيعة الحال معناها هكذا ممارسات، هكذا خلفيات خليني أنا أرتاب كثيرا في حضور هاتين الدولتين وإشرافهما تقريبا بالكامل على المؤتمر. إذا ما أضفنا لهذا الحضور الألماني القوي في المؤتمر وخارج المؤتمر، وهذه ربما موضوع آخر نحكي فيه نهار آخر، مدى تغلغل ألمانيا معناها في السياسة الداخلية التونسية وسيطرتها وتدخلها في القرار الوطني على جميع المستويات، هذا ربما يخلينا نطرح أكثر من ألف سؤال. هل تم بيع تونس ب 34 مليار ومازلنا ما قبضناهاش؟ احنا البلاد هذه كما قلت انا في مرة سابقة نجوع ولا نبيع البلاد. إذا إدخال الإرهابيين وتحويل تونس إلى محتشد الإرهاب ومحتشد ومخيم دولي للاجئين هذا هو ثمن ذلك المؤتمر، فأنا أرفض وأطالب كل تونسي غير على البلاد هذه أنه يتفضل المشروع هذا، لأنه بصراحة بعد هو يعني تقريبا ندخل في مرحلة أو في معركة وجود لا أكثر ولا أقل. لا نريد للمشروع الذي فشل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا أن يجد له موطئ قدم في تونس وما أدراك ما تونس.